متواصلين مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذه انطلاقة شوطنا الخامس عشر ضمن انطلاقات هذا اليوم، ونتواصل مع تواصل أشواطنا ونتابع وإياكم المقدمة لكي نتعرف وإياكم لما يحدث وما يسير. البداية والمقدمة في هذه اللحظات مع صواب الفهيد بن جار الله المكسور، مع صواب مع المقدمة ومع الصدارة، تليها على المركز الثاني من تتواجد على المركز الثاني هنا حربة لعيسى بن سلطان بن سند المسيفري الهاجري على المركز الثاني. نتابع المركز الثالث، المركز الثالث من غيرت من الجانب الأيمن سنتعرف عليها، ولكن نأخذ نشوف المركز الثالث. نعم هذه شهادة تعود ملكه هنا، من تحتل المركز الثالث في هذه اللحظات الضبية لناصر بن علي بن ثلاب الهاجري. نتابع المركز الرابع، رابعا ومن تحتل المركز الرابع قرموشة تعود ملكيتها لحسن بن راشد الجفالي النعيمي مع قرموشة. نتابع المركز الخامس، من تحتل المركز الخامس في هذه اللحظات، المركز الخامس هذه من غيرت، هذه اللي كانت في المركز الخامس وغيرت الى المركز الاول. نعم شعار بن شريم مع العزوم فيصل بن لهوم بن طالب بن شريم المري. نعود واياكم الى مقدمة الشوط، الى الصدارة والقيادة. يا سلام المقدمة، المقدمة مع قرموشة، قرموشة قرموشة، ولكن شعار بن جوير، شعار بن جوير من الجانب الايمن. الله وصلت الواعية، الواعية تعود ملكيتها لمحمد بن جابر بن جوير المري. يا سلام الواعية مع الصدارة مع المقدمة، وعت الواعية، نعم وعت الواعية واحتلت المركز الأول والصدارة. يا سلام يا الواعية، الواعية الواعية ما شاء الله أداها جميل وعرضها مميز. هذه الواعية تعود ملكيتها لمحمد بن جابر بن جوير المري مع الصدارة ومع المقدمة. يا سلام يبقى التوقيت الزمني، يا سلام هذه الواعية، هذه الواعية مع الصدارة. يا سلام 200 متر، 200 متر على خط النهاية، والواعية مع الصدارة، الواعية مع المقدمة، مع شعار بن جوير، مع شعار بن جوير. يا سلام، سلام وتحياتنا للواعية ومالكها محمد بن جابر بن جوير المري على فوزها وتحقيقها بالمركز الأول في هذا الشوط. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت فرحة لخليفة بن خليفة بن عبد الله العطية. المركز الثالث وصلت على المركز الثالث صواب لفهيد بن جار الله المكسور. المركز الرابع وصلت على المركز الرابع التزام لسالم بن عبد الله بن سعيد البخيت المري. أما المركز الخامس فوصلت على المركز الخامس وحيشة لحمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود وإياكم إلى ملخص هذا الشوط. كما تشاهدون هذه الأعداد الجميلة والمميزة التي تشاركنا في هذا الموسم، فأهلا ومرحبا بالجميع في ميدان الجميع. نرحب بالإخوة من دول مجلس التعاون الخليجي الذين توافدوا إلى أرضية ميدان الشيحانية وحضروا معنا في هذا الموسم، سائلين لهم التوفيق بإذن الله تعالى. وهذه هي الأعداد كما تشاهدونها على قناة الريان الفضائية. هذه الواعية عندما وعت وانتقلت بدورها في الكيلو الأخير إلى المركز الأول وانتزعت هذا الناموس، ومالكها محمد بن جابر بن جوير المري. هذه لحظة وصولها دقيقتين 56 ثانية، أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لبن جوير على هذا الناموس. المركز الثاني وصلت فرحة، قطعت المسافة دقيقتين 57 ثانية جزئين من الثانية. نهني مالك فرحة خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية. المركز الثالث وصلت صواب، قطعت المسافة في زمن وقدرة دقيقتين 58 ثانية 32 جزءا من الثانية. تهانينا لفهيد بن جار الله بن سالم المكسور.